النهارده معادنا مع احد المواقف الخالده للشيخ الاسلام الشيخ زكريا الانصاري، وده واحد من علماء الازهر الشريف ايام ما كان في ازهر وشريف، واحد من شيوخ المذهب الشافعي في عهد السلطان قنصوه الغوري اللي كان حاكم مصر ايام المماليك. لكن قبل ما نحكي لكم ايه اللي عمله الشيخ زكريا الانصاري، هو ومجموعه علماء الازهر وقضاة المذهب الشافعي اللي اتفقوا كلهم على قوله كلمه حق قدام قنصوه الغوري. قبل ما نحكي ده خلينا نحكي لكم ايه اللي حصل في القصه او في الموضوع. الموضوع ان صاحب الحجاب اللي بيعتبر دلوقتي زي مدير الامن في الوقت بتاعنا ده، جاله خبر ان في واحد من الناس بيروح لبيت واحد صاحبه يماتي وصاحبه ده مش موجود، وان الراجل ده محل الشكوى على علاقة مش مظبوطة مع زوجة صاحبه. فصاحب الحجاب او مدير الامن امر بفرض رقابة صارمة على البيت عشان يظبطوا الراجل ده متلبس، وفعلا تم القبض على الصديق الخاين مع زوجة صاحبه المجني عليه متلبسين في البيت. وكالعادة الأمن ضربهم لحد ما اعترفوا بالخيانة، فحطوهم على حمارين ولفوا بيهم الأسواق وحواليهم العيال والرعاع والأوباش بيزفوهم لإعلان الفضيحة بتاعتهم قدام الناس، ودي كانت العادة التعامل مع الجرائم في الوقت ده اللي هي بتسمى عقوبة التجريس أو الفضيحة، يعني يركبوهم الحمار بالمقلوب ويزفوهم يعني، وبعدين فرضوا عليهم غرامة كبيرة فدفعوا الغرامة كنوع تاني من العقوبة مع عقوبة التجريس. لحد هنا احنا قدام قصة عادية بتحصل عادي يعني، والمجرمين نالوا عقوبتهم بحسب أعراف الوقت ده. لكن اللي حصل ان واحد من حاشية السلطان الغوري حب يكسب بونت عند السلطان، فحكاله الحادثة واللي حصل فيها، وبعدين راح قايله وأتمنى من السلطان أن تأمر جلالتكم برجم المذنبين، فتكون يا مولاي أول من أحيا شريعة الإسلام من المماليك. طبعا صاحبنا كان كل همه أنه ينافق السلطان مش أنه يطبق الشريعة، وطبعا كل هم السلطان أنه يبقى واحد من أحيو الإسلام، عجبته الفكرة قوي وهتديله شعبية بقى بين الجماهير. فحول المسألة للقضاء وطلب منهم انهم يصدروا قرار الرجم سريعا عشان الدولة تقوم بتنفيذه في جمع غفير من الناس هيحضروا السلطان بنفسه. مين عرف بالخبر؟ اللي عرف بالخبر الراجل اللي ارتكب الجريمة، فقلبه طب في رجليه انه مش بس كفاية الفضيحة والجرسة والغرامة، لكن ده كمان هتوصل للقتل بالحجارة. في واحد نصحه وقال له ايه رأيك انك انت لو تراجعت عن اقرارك بالجريمة ده فده معناه في الشريعة سقوط حد الرجم. الراجل لقى ده مخرج، ففعلا كتب الراجل إقرار إنه ما عملش الجريمة دي وإنه اعترافاته كلها كانت تحت التعذيب، تعذيب الشرطة ليه. خد صاحبنا الإقرار ولف بيه على المشايخ والقضاء اللي مضوا على الإقرار بعدم جواز إقامة حد الرجم مدام صاحب الجريمة قد تراجع عن الإقرار بها. هنا بقى اتقلبت الدنيا، الدنيا اتربقت فوق بعضها. الله، بلاط السلطان الغوري غضب جدا وحاس ان البنت ده اللي عايز يكسبه عند الناس اللي هو السلطان الغوري نفسه بانه اول من احد من سلاطين المماليك طبق حد الرجم، حاس ان ده راح منه خلاص، اتسحب منه البساط، المشهد واللقطه اللي عايز يعملها خلاص راحت. وعشان هو نيته مش خالصه، يعني نيته مش تطبيق الشريعه، وعشان الموضوع بالنسبه له كان شهره مش اكتر، اتضايق جدا، عمل اجتماع على اعلى مستوى لكبار القضاة والعلماء على مستوى السلطنة في القصر بتاعه، قصر الغوري في الغورية، عمل اجتماع عشان يناقش القضية صاحبنا ده اللي خان صاحبه مع زوجته. العلماء والقضاة الحقيقة عرفوا ان الاجتماع ده مطلوب فيه منهم انهم يقولوا كلمة تغضب ربنا وترضي السلطان، فاتفقوا مع بعضهم قبل ما يروحوا انهم كلهم هيقولوا كلمة الحق اللي ترضي ربنا، كلمة الحق. الراجل اتراجع عن اعتراف، ومعنى تراجعه ان مفيش حد رجم. كان على راس الحاضرين دول شيخ الاسلام بطل حلقتنا النهاردة
الشيخ زكريا الأنصاري كان عنده قدي وقتها بقى في السن؟ 90 سنة. الراجل 90 سنة. لما العلماء قالوا للسلطان، السلطان سألهم، فالعلماء قالوا السلطان إنه لا يجوز الرجم ما دام الجاني تراجع عن الاعتراف. الغوري غضب جدا وقال كيف يثبت الرجل مع من في منزل صاحبه وهو وعشيقته ويقر بالجريمة وبعدين يتراجع؟ فأنتوا تقروا بأن التراجع ده تمام وبالتالي فيش حد، إزاي تعملوا كده؟ فقام واحد من تلاميذ القضاء في المذهب الشافعي وقال للسلطان إن من حق المعترف بالزنا إنه يرجع عن اعترافاته، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع المعترفين فيقول لأحدهم لعلك قبلت، لعلك باشرت، لعلك كذا، لعلك كذا، ليفسح له السبيل التراجع. الغوري سمع الحديث وشه احمر وما لقاش حجة غير ان يقول انا ولي الامر ولي الحق في اصدار الحكم بالرجم، وليس لكم ان تقفوا امامي باسم الدين وتكلموا باسم الدين. فواحد من الشيوخ المتحمسين قال له نعم لك الحق ان تصدر الحكم بشرط ان يكون الحكم متفق مع الشرع، فاذا اصررت على الرجم فانت مذنب وعليك الدين. اتكهرب المجلس، العلماء متربسين والسلطان متربس من ناحية والقضاء اتكهربوا والقصر كله تحول. المهم قنصوة الغوري الحقيقة بص ناحية الشيخ زكريا كده وقال له وما تقول أنت يا شيخ زكريا؟ فالشيخ زكريا قال له إن الرجوع بعد الاعتراف يسقط الحق في الرجل، وجمهور الأئمة على ذلك وفي مقدمتهم صاحب المذهب الإمام الشافعي. السلطان اتضايق جدا وما لقاش طريقة غير انه يهزئ الشيخ زكريا الأنصاري وبطريقة ساخرة جدا قدام كل الناس، وهو الراجل عنده 90 سنة. قال له أهذا ما ترضاه ذمتك يا شيخ الإسلام؟ هو ده اللي ذمتك عايزاه؟ فالشيخ زكريا يقول له ليس هذا ما ترتضيه ذمتي وحدي، ولكن ما ارتضته ذمة العلماء وفي مقدمتهم ذمة الإمام الشافعي صاحب المذهب، وذمته لا تقبل التجريح. فالغوري قال للشيخ زكريا أنت رجل قد كبرت وضعف عقلك، وبص للقضاء وقال لهم أما أنتم أيها القضاء فلا أحب أن أراكم بعد اليوم وقد عزلتكم جميعا عن القضاء برا. انفض المجلس كله بعد اللي حصل ده، واللي حصل ده هو نموذج لسلوك الحاكم الطاغية اللي لو حد يقف قدامه ويقول له كلمة الحق الحقيقة بينكل بيه. الغوري قام نكل بالعلماء والقضاء اللي وقفوا قصاده، ومش بس نكل بيهم، ده تم ضرب بعضهم ونفى بعضهم للواحات وصادر أموال البعض، وكان من ضمن اللي تم ضربهم الشيخ الزنكلوني، ده تم ضربه بالعصا هو وولاده بسبب ان الغوري كان شايف انه مسؤول، الزنكلوني ده مسؤول عن تراجع المتهم عن واقعة الزنا. واخيرا اصدر الغوري قرار فرعوني بانه يشنق المتهم بالزنا مع عشيقته وتتعلق جثتهم عدة ايام قدام الناس عشان يأكد للمصريين انه محدش يقف قصاد رغبة السلطان. لكن الحقيقة مضى التاريخ، مضى التاريخ وسجل للسلطان قنصوة الغوري، سجل له انه اصيب بالفالق وهو بيواجه السلطان سليم الاول سلطان الترك. مضى التاريخ عشان الغوري يشوف بعينه خيانة المماليك ليه في الموقعة المشهورة مرج دعرق. مضى التاريخ عشان التاريخ ينسى ويفتكر للغوري حاجتين بس، وقعة مرج دعرق وانه اصيب بالفالق او زي شلل نصفي، والوقعة التانية او الحاجة التانية المسجد والقصر بتاعه في الغورية. أما بالنسبة للشيخ زكريا والشيخ الزنكلوني وغيرهم من قضاة المذهب الشافعي، سجل التاريخ أسمائهم بحروف من نور كرجال قالوا كلمة الحق في وجه سلطان ظالم. رحم الله الشيخ زكريا الأنصاري وقضاة المذهب الشافعي في الوقت ده اللي سجلوا أسمائهم، واللي احنا لحد دلوقتي بعد مرور مئات السنوات بنترحم عليهم.